سهل. 6 كرات ذهبيه. في ناس بتقول لك انه ميسي افضل لاعب بتاريخ لانه 6 كرات ذهبيه. لازم نحن نشير ونضلنا نذكر انه خلال وجود دييغو ارماندو مارادونا بالملاعب، الكره الذهبيه كانت تمنح فقط للاعب الاوروبي، بعدين صارت تمنح للاعب الاوروبي اللي بيلعب باوروبا. بس مارادونا عندك كره ذهبيه يمكن تغني عن 1000 كره. 100% كره ذهبيه اللي هي افضل لاعب في كاس العالم اعطوه اياها ومباقت منه بنابولي، وافضل لاعب الغرب، جايز افضل لاعب الغرب. اوكي فبليز يعني هيدا منه معيار ابدا، فمش حدا يقول لي هيدا معه 6، لانه فرانس فوتبول اللي هي بتقدم هيدي الجائزه عملت استفتاء؟ لا عملت مثل يعني عم ترجع لورا، اللي يفوز فيها لقيت انه بيليه بياخدها 7 مرات لو كانت تمنح الى كل اللاعبين، ولكن ما عملت شيء عن دييغو ارماندو مارادونا لانه يمكن ما بينعدوا كرة ذهبية. فانه حطوا لي على جنب كرة ذهبية. انا بالنسبه لي اللي انا ما بحبه لمارادونا ولكن بيسحرني، دييغو ارماندو مارادونا افضل لاعب بالتاريخ، لا ميسي ولا من ما لا يحزنه. ليش تكمل هاللي وراها؟ خلاص في تو يكلم لا 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 سمير تو يتكلم يقول لك انت قول لاعبك بدون لا انت تتخلى من اللاعبين الثانيين. انت ربطك غريب سهيل. هناك مس بكره قدم، هناك يعني 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 واقع، الواقع الواقع انه في عندك ناس عم يجرحوا كره القدم. انا بما اني بعت بحالي من ما بعرف اذا كمان انتم بتوافقوني، انا من عشاق كره القدم وبستنشقها كل يوم بشغل يعشق كره القدم. حلو حلو كثير. انا بشوف انه انا من واجبي دافع عنها. لا يجوز القول بانه ميسي افضل لاعب بتاريخ بوجود دييغو ارماندو لا يجوز القول. لحظه تتسلط على الناس سهيل. مش عم بتسلط. انت تبي وجهه نظرك تحترم ولا لا؟ تبي رايك يحترم ولا لا؟ بس سؤال رايك تبي يحترف؟ انا معك. طيب اوكي لا خلاص الناس يقولون رايهم. لحظه الانعات يلي عندي ما فرقني معي العالم اذا بيقولوا فيها ولا اسمعني. هذا 1-2 مارادونا ارجنتيني وحضرته ميسي ارجنتيني. لا هيدا عم يدفع لي راتبه ولا هيدا عم يدفع لي راتبه حبيبي. في ناس نفس ما قال لك اخي ان ربطك يكون بس مجرد كره. يا اخي لحظه مارادونا وين لعب؟ بباري ميونخ. لعب برشلونه اللي ما بحبه، وراح لعب بايطاليا اللي انا ما بحبه، ولعب بالارجنتين انا ما بحبها. فاثنيناتهم بالنسبه لي اعداء وخصوم. لحظه لو وبعدين في شغله، مارادونا فزت عليه بكاس العالم وميسي فزت عليه بكاس العالم، ما عندي مشكله. انا عم دافع عن كره القدم، واللي بيقول غير هيك بكون مجنون. اثنيناتهم ارجنتينيه، ولا واحد ابن عمي ولا واحد ابن خالتي. انا عم اقول لك رايي. خلاص يا اخي لحظه، في ناس يقولون نفس كلامك، مارادونا افضل لاعب بالتاريخ، ليش تذكر اسماء ثانيه؟ ليه ما تذكر مثلا بيليه؟ ليه دائما مقارنتك مع ميسي؟ ليش؟ لانه انا دوري كعاشق لكره القدم كصحفي انه وعي الجيل الجديد. لا يروح لا لا رأيي ممكن تفسر تفسير ثاني، هذا رايهم، وممكن تفسر لان هم يشوفون افضل لاعب وحق مشروع بالنسبه لهم، وهذا راي. لك خي استفلوا شو انا طيب. لا بالاخير يا سهيل بالاخير هم رايهم وانت رايك. انت قول مارادونا، انا سالتك مارادونا، تربط ميسي بهالربط ليش؟ ايه بدي اربط لانه بدي انا خي تقول لك شغله، دوري انه انا بدي وعي العالم، انت ما بدك انا بدي. حر انا راي مو وجهه نظر، هذا راي. يا خي اذا انا غلطان تيجي الشرطه تاخذني هلا. ميسي اسمع شوي، ميسي ارجنتيني، هاي اخر مره بقولها بحياتي. ميسي ارجنتيني ومارادونا ارجنتيني، اثنيناتهم مبطيئن وبكرههم ما في يشوفهم، ولكن لا يجوز مقارنه ميسي بمارادونا. بده مليون سنه ضوئيه تيوصل لمارادونا وبس. هذا رايك مش رايي. الواقع خلاص بتجبر على الراي بالاستوديو. بس سمير في ناس يشوفون ميسي افضل. خلاص عقب علي بولند عشان عندي فاصل. علي بولند اي ميسي. لا سيل سيل خي اي ميسي سيل. بدل اي واحد يقول رايه لازم يحترم. حبيبي حبيبي لحظه بمنتخب الارجنتين ميسي عباره عن 0 على الشمال، نكره، 0، فاشل، ولا شيء. تفضل سهيل. وصل لحظة. اربع نهايات سهيل حبيبي. ليك لحظة اربع نهايات وصل. حقق ميدالية اولمبية، هداف التاريخي. لحظة. هداف التاريخي للمنتخب. سؤال واحد اللي لعب فيه مارادونا. سؤال واحد والرجال انا بدي جوبني. لو مات لا سمح الله ميسي كان صار هيك بالارجنتين، ايه او لا؟ ايه او لا؟ ماذا حقق الارجنتين؟ ما اعتزل. لحظة. ماذا حقق الارجنتين؟ ما اعتزل سهيل. اسمعني ربطك والله يا سهيل. لحظة لو ميسي لا سمح الله الاعمار طيب بيد طيب الله طيب لو ميسي توفى افتراضيات كلام كله افتراضيات. افتراضيات يا خيي. في ناس يقولون ميسي افضل، في ناس بالاستديو يشوفون سهيل افضل، يشوفون عبد الله افضل، سمير ولا علي بولند. هذه اذواق يا سهيل. اذا كانت المقارنه قريبه هذا امر منطقي سهيل. هل كان الشعب الارجنتيني
هيك رح يعمل لانه ميسي ما حقق لهم شيء. طيب هيدا بطل قومي، بدك تكون انت اول شيء بطل قومي ببلدك. طيب بعدين بتكون انت افضل لاعب بالتاريخ. مارادونا حبيبي يساوي الارجنتين، مارادونا يساوي الارجنتين. ما حد قال، انت غيرت الكلام. انت انا سؤالي لك، هل مارادونا افضل لاعب تاريخ؟ خلاص قول افضل لاعب تاريخ. ربطك في ميسي معناته في عندك عقده من ميسي. تفضل بولد. شو عقده حبيبي؟ لحظه شوي، لحظه شوي. تعلق شغله، منتخبي انا مسح في الارض لا 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 ميسي. طيب انت ليش ما دام ما في شيء ليش كل شوي ميسي وميسي؟ انت يعني هذا انت قاعد توصل رساله سي. انت قلت انه ميسي عقدتي. انا ميسي انا ميسي بربع النهائي 2006 كاس العالم فزت عليه، وشارح بمباراه واحده يعني فزت عليه. بال 2010 سحقته 4-0، وبال 2014 طيب. انا سحقته 1-0. انا ثلاث مرات انا فايز على ميسي. هذا واحد. اثنين فايز على ميسي بايرن ميونخ 7-0 4-0 و3-0. وبدي اقول لك شغله، واخر شغله مرمغ له راسه بالارض 8-2. انت عم تقول لي انا خلاص خلاص لا تذكر اسمه. شو العقده هيدي؟ وصلتها وحشتني على عقدي. يا عقدي يا بولند.